أهم حضارة عرفها الإنسان. العالم كله ينتظر طريق الكباش. معانا مداخلة الأستاذ مصطفى الصغير، مدير الآثار الأقصر. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ اسامه واستاذ علي، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، نورتنا. الله يخليك يا فندم، تسلم. لو سمحت ادينا نبذه على 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 المشروع ده، بدا امتى؟ والعالم كله، مشروع كبير جدا العالم كله ينتظره. مشروع طريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق الكباش هو واحد من اكبر المشروعات التي توليها وزاره السياحه والاثار اهتمام كبير وبالغ. يمكن بدايه الكشف عن الطريق كان سنه 1949، من اكثر من 72 سنه. استمرت اعمال الحفار على فترات طويله عبر العقود. في طبعا كان معوقات كتير علشان الكشف عنه، ولكن زي ما حضرتك ذكرت قبل كده ان هو يمكن في فترات توقف كانت طويله، وتوقفت الاعمال تماما بعد ثوره يناير 2011، الى ان عادت الكتله السياسيه التفكير في احياء المشروع، وده طبعا كان في شهر 9 سنه 2017. والحمد لله يعني احنا خلاص على بعد ايام قلائل من الافتتاح والكشف عن كامل الطريق قريبا ان شاء الله. اتحدد ميعاد الافتتاح استاذ مصطفى؟ في خلال الايام القليله القادمه ان شاء يعني الله. لسه ما تحددش الميعاد؟ لا لسه شويه يعني. هو بس في خلال كام يوم قريب. طيب انت ممكن تقول لنا شكل الطريق ده هيكون قد ايه؟ مسافته قد ايه؟ شويه معلم عنه كده؟ الطريق هو عبارة عن طريق مصوف ببلاطات من الحجر الرملي، بتحف على الجانبين صفوف من تماثيل أبو الهول، في منها اللي على شكل جسم أسد ورأس كبش، أو جسم كبش كامل، أو جسم أسد ورأس إنسان. طوله إجمالي أطوال الطريق حوالي 2700 متر، بيبدأ من معابد الكرنك شمالا ويصل إلى أن يصل إلى معبد الكرنك، معبد الأقصر جنوبا. والاعمال الاكتشافات كمان اظهرت الكثير من العناصر المعماريه اللي موجوده فيه، زي معاصر النبيذ، زي مقياس النيل، مناطق صناعيه كتيره جدا تم العثور عليها في اعمال الحفاير على طول الطريق. باشمهندس مصطفى، مدينه الاقصر من المدن الكبيره في داخل جمهوريه مصر العربيه والركائز الاساسيه على السياحه في مصر. الطريق ده هيضيف جديد ان شاء الله؟ بالتأكيد يعني الطريق حاليا العالم كله بيتابع أعمال التطوير والكشف عن الطريق بشكل مكثف، فطبعا إن شاء الله من خلال الاحتفالية اللي هتتعمل بشكل كبير خلال الفترة القليلة القادمة هتعمل مردود كبير جدا من الناحية السياحية والثقافية لمصر ومدينة الأقصر بشكل خاص. لأن طبعا مع اكتشاف الطريق ده وفتحه هيتم تحويل الاقصر لواحده من اكبر المتاحف الاثريه المفتوحه على العالم كله تقريبا. احنا قدرنا نعرف التكلفه النهائيه قد ايه ولا لسه؟ لا هي لسه طبعا، علشان بتكون داخله فيها طبعا اطراف عديده في اجهزه الدوله وكده، فيعني التكلفه الماديه يعني لسه ما نقدرش نحصرها دلوقتي يعني. شكرا جدا باشمهندس مصطفى. شكرا باشمهندس مصطفى الصغير، مدير اثار الاقصر والمشرف على طريق الكباش. النهارده يا اسامه احنا عندنا حاجه متصله بالسياحه برضو، الا وهي السياحه العلاجيه.